السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية المستمرة منذ أمس بذكرى وفاة الإمام الخميني قدس الله سره الشريف. هذه الشخصية وهذا الزعيم السياسي والديني والروحي والاجتماعي والمصلح، هذه الشخصية اللي ما اليوم ما لها حدود داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، لها التأثير على الأمة الإسلامية، على الشعوب المظلومة، دائما كان يقف بوجه الاستكبار العالمي منذ عام 1979 لما استلم زمام الأمور، ولكن قبلها بسنوات وعقود بدأت مسيرته الجهادية. طبعا قناة الأيام الفضائية مستمرة بهذه التغطية المباركة، نستذكر هذه المواقف العظيمة، البدايات النهايات، موضوع إيران عندما تحولت إلى الجمهورية الإسلامية. طبعا نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذ ماجد الشويلي النائب رئيس مركز أفق للدراسات، أهلا وسهلا، والدكتور حيدر الشمري الباحث والأكاديمي، أهلا وسهلا، وأيضا نرحب بالأستاذ نجاح محمد علي الإعلامي والمحلل السياسي من لندن، أهلا وسهلا بك أستاذ نجاح. أهلا بك عزيز. أحبتي المشاهدين، قبل ما نبدأ تغطيتنا لهذا اليوم خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين بعد ما شاهدنا هذا الفيديو. أبدأ كلام مع الدكتور حيدر شمر الباحث والأكاديمي، نرحب بك من جديد دكتور. أريد أبدأ وياك اليوم لما يصف أشخاص الآخرين الإمام الخميني، ممكن إذا مرجع شيعي أو داعية إسلامي يقول ممكن قرب الفكر وهذا، ولكن لما مثلا يصفه محمد حسنين هيكل القومي الناصري المتجه للعلمانية وغيرها، يصفه هو رجل عظيم جاء من زمن آخر، الخميني رصاصة انطلقت من القرن السابع الميلادي لتستقر في قلب القرن العشرين. شنو المقصود من هذا اليوم وصف الإمام الخميني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لك السيد الفاضل، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. مما لا شك فيه أن شخصية مثل شخصية السيد الإمام القائد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هي شخصية اخترقت الحدود واخترقت الحواجز واخترقت المذهبية واخترقت الأيديولوجيا، ولذلك حينما تجد أنه شخصيات ليس فقط هسه قد محمد حسن الهيكل قد يقترب من السيد الإمام الخميني في الإسلام وغيره، لكنه بعض الأحيان تجد أنه شخصيات خارج حدود التوحيد، قد في بعض الأحيان تجد بعض الشخصيات الشيوعية مثلا وهي تمدح شخصية مثل شخصية السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذا مما يدلل على أنه طبعا أولا هؤلاء الأشخاص هم يمتلكون شيئا من الإنصاف الذين وصفوا هؤلاء حتى لا نغمن حقهم من جانب، ومن جانب آخر أن هذا الشخص استطاع أن يخترق كل هذه الحواجز وكل هذه الحدود التي ممكن أن تصطن أمام الإنسان، حدود المذهبية، الحدود الدينية، الحدود الأيديولوجية، الحدود القومية وغيرها، واللي ممكن أن تمنع الإنسان من أن يقول الحق باتجاه شخص معين أو أن يعبر عن وجهة نظره بصورة صحيح من دون أي تغليف ومن دون أي سيطرة خارجية على هذه ويعني محاولة تغيير لهذه الحقيقة. فهو حينما عبر مثل هذا التعبير والعشرات طبعا من هذا التعبير الذي عبر بحق السيد الإمام الخميني، أقول باختصار وكأن سيد الإمام الخميني بعيدا عن قول هؤلاء وتحليل لماذا قالوا هؤلاء هذا الكلام، سيد الإمام استطاع أن يحدث حدثا في وقت لم يفكر الكل في أن يحدث مثل ذلك الحدث. مثلا زعيم القاعدة اللي
أستاذ أسامة بن لادن يفكر ويقول يجب أن نبني دولة مثل ما بنى الخميني دولة للشيعة، وبدأ كأنما يحرك المشاعر، يحرك الجماهير، يحرك الناس باتجاه أنه مثلما استطاع الخميني أو مثلما استطاع قائد شيعي أن يفكر بهذا التفكير وينتج هذا النتاج، تعالوا جميعا أن نفكر وأن ننتج مثل هذا النتاج، أن نحول هذا الواقع اللي الآن نشوفه، سيطرة حكام فاسدين، سيطرة الانحراف بمختلف شؤون بمختلف أصنافه وأشكاله، تعالوا فلنرجع أوضاعنا للوضع الطبيعي، تعالوا خل نحكم، تعالوا خل نسيطر، تعالوا. ما معناها استطاع أن يحرك جماهير حتى المتخالفين معه، لأنه استطاع أن يحدث حدثا، ذلك الحدث اللي ما كان حدثا طبيعيا، بتعبير هيكل أنه انطلق رصاصة، وكأنه يريد أن يقول كأن حركة الخميني هي حركة النبي الأعظم صل الله عليه وآله. بالضبط لما وصفه بالقرن السابع الميلادي. القرن السابع يقصد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يقصد حركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يريد أن يختصر كل المسافات، يقول الخميني هو صاحب حركة هي امتداد لحركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هي امتداد لحركة الإسلام. مثلما جاء الإسلام وانفجر في مكان معين وغير كل معادلات الصراع وغير كل المعادلات الموجودة الاجتماعية والتوحيدية والعقدية والدينية والسياسية وكل الذي كانت، استطاع الخميني كذلك أن يغير كل معادلات الصراع، بعد أن ما كان يتوقع شخص أن تأتي في يوم من الأيام حركة أن تناهض ما هو موجود، خصوصاً بعدما كانت أمريكا تدعم والكيان الصهيوني كان يدعم بالشاه ويحاولون تقويته على في المنطقة ويجعلونه شرطي المنطقة. شرطي المنطقة اللي ما استطاعت الدول العربية أن تزعزع شيئاً من وجوده، استطاع الخميني بلا بندقية، مو بندقية ولا دبابة ولا طيارة، بلا بندقية واحدة، بمجرد برصاصة الكلمة اللي استطاع أن يغير كل هذه المعادلات، وإذا بالشاه يضطر أن يغادر البلاد، ويأتي الخميني فيتربع ليس على كرسي العرش بل يتربع على كرسي قلوب الناس، ويتحول إلى أنه يوم اللي جينيز تقول يعني حسب مؤشر جينيز يقول بأنه أعظم وأعلى معدل وصل إلى في تشييع جنازة اللي هو في جنازة الإمام الخميني اللي يقولون وصل إلى 10,200,000 واللي لم يشهده إلى الآن حدث تشييع شخص أن يصل إلى 10,000,000 وزيادة. أنتقل للأستاذ ماجد الشويلي. أستاذ ماجد، القرن الماضي خاصة لما نتكلم الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حدثت ثورات في العالم أجمع وفي المنطقة، القوميين، البعثيين، الضباط الأحرار في أمريكا اللاتينية، لماذا أغلب الثورات ما نجحت ما استمرت؟ البور أو الانتشار أو العطاء للثورة ما استمر، لماذا ثورة الإمام الخميني نجحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ ظفر ولجناب الشيخ حيدر الشمري الدكتور والأستاذ نجاح ولمشاهدينا الأكارم وتعازينا بهذه المناسبة الأليمة على قلوب أحرار العالم جميعا، رحيل الإمام وشخصية الإمام شخصية عالمية كما أفضتم. في الحقيقة هناك فرق بين ثورة الإمام الخميني التي استوفت وتوفرت على جميع الخصائص، سواء كان الخصائص الفلسفية أو الخصائص الأكاديمية أو السند الشعبي، هناك فرق كبير جدا بين هذه الثورة وبين ما يتسامح بإطلاق صفة الثورة عليه. أغلب ما ذكرت جنابك هو انقلابات أن تدبر في ليل، وانقلابات إما عسكرية أو حركات معينة مناهضة للحكم تستند إلى هذه القوة أو تلك القوة ممن كانت تحكم العالم، يعني إما للغرب أو للشرق عموما. ولا نريد أن نبخس بقية الثورات والحركات. ثورة الإمام الخميني وهو فعلا من الصعب جدا أن تفكك بين الإمام الخميني وثورته، هناك تلازم كبير جدا ما بين
شخصية الإمام ونتاج الإمام العظيم، وكما يقال في الأثر من أن قيمة كل امرئ ما يحسنه. لذلك عندما تذكر الإمام الخميني تضطر بشكل وبآخر تذكر هذه النهضة، هي حقيقة ثورة ونهضة فلسفية اجتماعية ثقافية أدبية عسكرية سياسية. المهم أن هذه الثورة توفرت على خصائص: أولا الشعبية، أنها استندت إلى الشعب، تحركت بواعز من الشعب، من ضمير الشعب. الأمر الثاني أنها كانت شمولية، يعني هي لم تغير النظام شكل النظام فقط، وإنما غيرت الثقافة، غيرت موقعية الجمهورية الإسلامية أيضا، غيرت منهجية التفكير، غيرت الشعور بالعزة والكرامة. هذه الشمولية في هذه الثورة هذا العنصر الثاني، إذن شعبية وأيضا شمولية. وفيها البعد القيادي، كثير من الثورات ما كانت صحيح، يعني احنا ميرابو لربما كان خطيب للثورة الفرنسية، لكن ما كان لا ميرابو ولا حتى مثلا جيفارا ولا كان مثلا كاسترو ولا غيره كان يتمتع بالبعد القيادي اللي تمتعت به أو تمتع به الإمام الراحل. الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه توفرت شخصيته على ملاكات استثنائية، فهو في القمة على الصعيد الفقهي، هو في القمة على الصعيد الفلسفي، فهو في القمة على الصعيد العبادي والزهد والعرفان والشجاعة والاستشراف الاستثنائي. هذا التلاحم ما بين طبعا شخصية الإمام أضفت، يعني أضفت لمساتها على طبيعة الثورة وعلاقته بالشعب. شخص يقصى عن بلاده قرابة عقد ونيف من الزمن ثم يعود باستقبال مهيب لا نظير له. بالضبط. هذه النقطة أعود لها، أنها شعبية شمولية استمرارية البعد القيادي. كلنا نذكر الثورة ما يسمى يعني ثورة الشعب المصري. الشعب المصري عندما ثار كان يفتقر إلى القيادة، وسرعان ما أجهضت وقوضت ثورة الشعب المصري واستلبت منهم، يعني فعلا كان هناك حراك لأجل التغيير، لكن لأن الثورة تلك كانت تفتقر للعنصر القيادي. وأي قيادة كانت في ثورة الجمهورية الإسلامية؟ نعم. يعني كانت قيادة علمائية. قصدك بعد ما استلم الإخوان المسلمين الحكم؟ إيه لا، الثورة نفسها ما كان لها رأس. نعم. قيادة عندهم أيضا كان موضوع المرشد الإخوان، لماذا ليش لم يبرز المرشد هكذا؟ يعني تقيس المرشد بالإمام الخميني أو تأثيره. الشعب المصري حتى ممن ثار على نظام الحكم هو ليس بالضرورة يؤمن بمرشده. أما ثورة الشعب الإيراني المسلم كان الجميع علماني وغير علماني هو مؤمن بالإمام الخميني. نعم. نعم. ومشتاق للقاء الإمام الخميني. كنا نرى السافرة تخرج بالضبط. السافرة. نعم. تستقبل الإمام الخميني وصوتت أيضا لصالح النظام الإسلامي. هذا كله طبعا. السبب الآخر أن ثورة الإمام الخميني ليست دفعوية، بمعنى أنها ليست ثورة انفعالية نتيجة ظرف معين، وإنما كانت نتاج جهد تراكمي كبير جدا تنشئة، وكان لها يعني الإمام رضوان الله تعالى عليه كان له عضد اللي هي مجموعة من العلماء. لولا هذه المجموعة من أمثال الإمام الخامنئي المطهري البهشتي غيره، كل هؤلاء العظماء كان لهم دور وأثر في تنشئة الجيل وتوجيه بوصلة الحراك الشعبي إلى وأن وصلوا به إلى الثورة. هذه مقومات انفردت بها الثورة الإسلامية. نعم. انتقل الآن إلى لندن مع الأستاذ نجاح محمد علي. رحب بك من جديد أستاذ نجاح. أهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا. الله يخليك. أبدأ وياك مع نهاية كلام الأستاذ ماجد الشويلي. كيف استطاع اليوم الإمام الخميني بثورته عام 1979 أن يجمع الشيوعي والعلماني والليبرالي والإسلامي والقومي بثورة واحدة، والجميع كان ينظر إلى الإمام الخميني كقائد وزعيم لهذه الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك، تحية لك وللأخوين العزيزين وللمشاهدين أو المشاهدات، وطبعا أعزي الشعب الإيراني وكافة المسلمين في العالم والأحرار جميعا بهذه الذكرى الأليمة التي أيضا تزامنت بعيدة استشهاد فلة من القادة البررة في الجمهورية الإسلامية. عاصرت هذه الثورة الإسلامية منذ نعومة أظفاري، بل كنت أستطيع أن أزعم
أنا كنت جزءا منها، يعني أنا كنت في نهضة الإمام الخميني منذ أن كان في النجف الأشرف، التحقت به وانضميت إلى حركة كانت تسمى آنذاك حركة علماء الدين المجاهدين 15 خرداد. 15 خرداد هو بعد أيام أيضا ستحول هذه المناسبة 4 حزيران، ذكرى استشهاد نحو 15,000 من الإيرانيين في إيران في طهران، استجابة لنداء كان الإمام الخميني آنذاك عندما كان في إيران أطلقه، وحصل ما حصل وتراكمت هذه الأمور. أنا أضيف إلى ما ذكره الإخوة الأعزاء الأخوان الأعزاء العزيزان فيما عوامل الانتصار، عوامل يعني التي جعلت هذه الثورة الإسلامية في إيران تصبح ثورة مميزة تتميز عن بقية الثورات. أضيف إلى أن هنالك بعدا إلهيا ربانيا، صحيح هنالك كاريزما خاصة لشخصية الإمام الخميني، أيضا هنالك كاريزما خاصة كان يتمتع بها قادة كبار آنذاك في العالم مثل كاسترو مثل لينين وغيرهم، ومع ذلك يعني نستطيع أن نقول أن الثورة الإسلامية في إيران فاقت في منجزاتها وفي تحقيق أحلام الكثيرين تلك الثورات. البعد الرباني والبعد الإلهي وعامل يعني يد الغيب التي رافقت هذه الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها وحتى بعد انتصارها وحتى هذه اللحظة حتى هذا اليوم. نعم. هذا البعد الإلهي يتأتى من طبيعة هذا الشعب الإيراني وما وعدنا الله به عن شخصية الإيرانيين في عصر الظهور في قبل ظهور الإمام الحجة ودورهم في تهيئة الأرضية المناسبة لظهور الإمام الخميني. فالشعب الإيراني استجاب لنداء الإمام الخميني بكل أطيافه مع أن خطابه كان خطابا دينيا، يعني واضح تماما منذ البداية كان خطابه خطابا دينيا، كان يستثمر المناسبات الدينية، ذكر الأخ ماجد في قضية علماء الدين الحوزة العلمية في قوم استجابت لنداء الإمام الخميني، انضم إلى نهضته وثورته وانتفاضته علماء دين بارزون، وتأثير هؤلاء في المجتمع الإيراني. المجتمع الإيراني مجتمع متدين بالفطرة، الشعب الإيراني 90% منه أرياف، وهؤلاء الأرياف يتأثرون بوكلاء الإمام الخميني الذين كانوا ينتشرون في كل أصقاع الجمهورية الإسلامية في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، وكانوا ينقلون وجهات نظر الإمام الخميني وفتاواه وطبعا بياناته ورسالاته فيما يتعلق بالشاه وما يقوم به الشاه وتبعيته للولايات المتحدة الأمريكية. في السؤال الأول الذي طرحته حول محمد حسنين هيكل، نعم. أنا أستطيع أن أقول يعني الإمام الخميني، وهذا ما ذكره سماحة المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، أن الإمام الخميني يعني الذي يعنيه السيد المرحوم هيكل هو أن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء. حلم الأنبياء أي نعم، يعني حلم الأنبياء الذين كانوا يريدون، ماذا كانوا يريدون الأنبياء؟ كانوا يريدون تحقيق دولة إسلامية. جاء الإمام الخميني أحيا أولا نظرية ولاية الفقيه التي كانت موجودة مبثوثة في طيات الكتب القديمة. جاء الإمام الخميني أحيا هذه النظرية وأثبتها على الأمر الواقع وجعلها تطبيقا ممكنا عمليا، مسألة حاكمية ما يسمى برجال الدين يعني علماء نعم. الدين، نظرية ولاية الفقيه. فهو أحيا حلم الأنبياء، هو حقق حلم الأنبياء الذين كانوا يريدون دولة إسلامية. هذه الدولة الإسلامية تقيم شرع الله لكن في عصرها وفي زمانها. وفي هذا الواقع نستطيع أن نلاحظ كيف أن الإمام الخميني زاوج ما بين العصرنا الواقع المعاصر وما احتياجات العالم لهذا الواقع المعاصر وتطبيقاته العملية في نظرية الحكم، نعم. وبين الإسلام في مفردة الجمهورية الإسلامية. الجمهورية تعني المشاركة الشعبية، أن الشعب يشارك في صنع القرار وفي انتخاب قياداته المحلية وفي المجالس المحلية وحتى
مجالس الشورى ومجلس الخبراء الذي ينتخب الولي الفقيه أيضا، وفيما يتعلق بالإسلامية هو أيضا الضمان تطبيق شرع الله. نعم أستاذ نجاح، بطريقة المعاصرة. نعم أستاذ نجاح، أكيد راح نرجع لك، أرجع مع الدكتور حيدر الشمر. خلينا نرجع 120 سنة إلى الوراء. ولد عام 1902، في طفولته استشهد والده اختيل، وهو كان احد الاشخاص يطالبون بحقوق اهالي منطقته وقريته. هذا اثر على شخصيه الامام الخميني لما بعمر الطفوله استشهد ابوه من اجل المطالبه بالحقوق، اثر بشخصيه الامام انه اذا وصل الى مرحله يدافع عن المظلومين، مو فقط بايران ولا فقط المسلمين، يدافع عن المظلومين في الكره الارضيه عامه. أتصور إذا حاولنا أن نرجع بالتاريخ بعد أكثر من ذلك إلى أجداد السيد الإمام الخميني، وحينما تطالع في أبسط موسوعة بين يديك مثلا ويكيبيديا، حينما تشرح وتتحدث عن أسباب انتقال السيد الإمام الخميني من يعني عائلة السيد الإمام من مكان إلى مكان، من الهند إلى إيران، ثم تحوله من مكان في إيران إلى مكان آخر، وانتقاله ثم إلى قم، ثم إلى النجف، ثم تحول إلى ورجوع إلى مدينة خميني. المعلومة أنه كان لما كانت عائلته في الهند كانت بمقاطعة أو مدينة هي شيعية، يحكم حتى حاكم شيعي، ومع ذلك نعم. هو السبب الذي كان في سبب كانت هجرة هذه العائلة هو مطالبتهم في تلك المنطقة، مطالبة أجداد السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، مطالبة الحكومات ومطالبة يعني الجمهور العام على أنه يعطون حق الناس وعلى أنه ينصفون فيما بينهم وبين الناس. هذا مما أدى إلى أنه بدأت السلطات لا تستقبل هؤلاء وتستشعر الخطر بوجود هؤلاء، ومما اضطرهم إلى الهجرة إلى إيران. هذا الهجرة إلى إيران استمرت فترة يعني غير هادئة. والد السيد الإمام الخميني الأسباب التي أدت بحسب ما يعني ينقل التاريخ أدت إلى أنهم مجموعة، التاريخ يقول أنه حينما كان راجعا ومجموعة من قطاع الطرق اغتالوا. أنا أتصور هي ليست العملية فقط مجرد عملية اغتيال ومجموعة من قطاع الطرق، كانت مدعومة من الحكومة المركزية. أنت تعرف هو قطاع الطرق حينما يغتالون شخص أو يقتلونه على مود شنو، يعني غير عنده فلوس، عنده أملاك، عنده كذا. أنا لا أتصور أن هذا الشخص، هذا الرجل العالم، عالم الدين، كان يمتلك من الأموال اللي يعني ذول قطاع الطرق كانوا يعني تحفزهم على أن يغتالون. أتصور أن المسألة ليست هكذا، الأقرب كانوا أنه مرسلين من الإقطاعيين في المناطق، الإقطاعيين كانوا لا يتحملون مثل هؤلاء الشخصيات الدينية التي كانت تؤلب الجماهير عليهم وتحرك الجمهور باتجاههم ومن ثم المطالبة بحقوقهم. فبالنتيجة هؤلاء يستشعرون الخطر، الحل الأقرب والأسهل ها أن يتخلصوا من هؤلاء، إما أن يهجرونهم يضايقونهم ويهجرونهم، إما أنهم لم يستطيعوا أن يهجرون أن يختالهم ويتخلصوا من عندهم. هذا مما أتصور أن هذا التاريخ ألقى بظلاله على السيد الإمام الخميني، أنه عمره 6 أشهر يعني بولادته يفقد أباه، ثم بعد عمره 16 سنة يفقد العمة ويفقد الوالدة، أثرت أكثر في حياة السيد الإمام الخميني. أتصور هذه مجموعة أسباب، هي تسميها أسباب اجتماعية، أسباب نفسية، أسباب قد أدت روحيا إلى دفع السيد الإمام الخميني بهذا التوجه العرفاني الروحاني، على اعتبار أنه هذا الإنسان من يستشعر الخطر، هو بطبيعة الإنسان من يستشعر الخطر يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان اللي عاش في ظرف صعب جدا بدأ يستشعر لذة اللجوء إلى الله جل وعلا، واستمرت معه إلى أن لما أن شاهد مثلا حينما يقول له أحد البياعين في النجف الأشرف، يقول له سيدنا أنت من كل عقلك يعني تتصور أنه أنت تحارب هذا اللي الشاهي اللي في يوم من الأيام يعني أنت تريد تحاربه وتريد تأخذ الكرسي من عنده، هذا اللي عنده طيارات كذا أو عنده كذا. جواب السيد الإمام الخميني على هذا الاعتراض جواب الإنسان الواثق، ليس الواثق من نفسه فقط، وليس الواثق من مجتمعه ومن شعبه فقط، وإنما الأساس هو الواثق بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان حينما يثق بالله يتصور أنه بكلمته كما هو يذكر في 40 حديثة، أنه يقول لأحدهم، يقول له لو أنه اعلم أنه لو يعني شاء الله سبحانه وتعالى لو أن الناس بجميعهم
أرادوا أن ينفعوك، ويستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أهل البيت سلام الله، أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله. بعدين يختصر هذا الكلام يقول له اعلم أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله جل وعلا. مختصر كلام. أنت حينما تريد أن تعرف أن من الذي ممكن أن يعطيك، ومن الذي ممكن أن ينصرك، ومن الذي ممكن أن يؤيدك، ومن الذي ممكن أن يعطيك القوة، هو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كانت في حياة السيد الإمام، فيجاوب لهذا يقول له سوف تنظر كيف أجعل تاجه تحت قدمي هاتين. أسألك بالله، واحد مهجر من بلده، تخيل مهجر، هو كل يوم في بلد، هو هجره، هو قبل لا يهجر هو أدخله بالسجن قرابة الثمان أشهر أو العشر أشهر، بعدين هجروا من بلده رحلوا إلى تركيا، ثم رحلوا من تركيا إلى العراق، وفي العراق وضع غير مستقر، يريد يروح للكويت ما بعدين ما ضغطوا عليه بالعراق، راح للكويت رفضت استقباله، راح راد يروح إلى لبنان، راد يروح ما كان الوضع يعني جيد بالنسبة إليه، فيتوجه إلى البلاد البعيدة إلى فرنسا. يعني ما معناه أنه هو وضعه ما كان مستقر، وضعه الطبيعي المعاشي كان غير مستقر، فكيف هو يفكر بذلك النصر البعيد؟ كأنما هو يختصر كلمة الإمام علي سلام الله عليه حينما يقول لولده محمد ابن علي سلام الله عليه المشهور بمحمد بن الحنفية بني، في 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 المعركة يقول له بني تتقدمك وأعر الله جمجمتك، ثم يقول له وانظر أقصى القوم، انظر إلى أقصى المسافة التي ممكن أن تصل لها، لا تنظر إلى مستويات بعيدة. الإمام الخميني من كان يفكر، ما كان يفكر أنه تعالوا خلوا نسوي إصلاحات في البلد، والدليل على ذلك الشاه في سنة 64 هو أراد مجموعة من الإصلاحات سواها أكثر من مرة، سيد الإمام الخميني لم يوافق على هذه الإصلاحات. لماذا؟ قال لأن هذه الإصلاحات وراءها سياسات أخرى، كانت هناك توجيه من الولايات المتحدة الأمريكية على أنه امتصاص غضب الجمهور، كانت لائحة الأقاليم والولايات، لائحة الأقاليم أول وحدة، بعدين حاول أنه يعالجها بلائحة أخرى رفضها السيد الإمام الخميني في 65، ذيك اللائحة الأولى كانت سنة 63، الثانية في 65 من بعد ما طلع الإمام الخميني من السجن، وليفترض أنه هو طالع من السجن قرابة العشرة أشهر بالسجن، يفترض أنه يكون شوية حتى اليوم يعني وضعنا العائلة تقول له يا بس خفف، يهدأ قليلا، يخشى من السلطة وجبروته، عاد أقوى ثم رفض إصلاحات الشاه وتحركت الجماهير، واللي أدت إلى المقتل. مع ذلك هو كان يعتقد أنه هذا يعني هذه التضحيات وهذا اللائحة اللي أرادها سوى ثورة، أو هي مجموعة من هي مجموعة هي لائحة طبعا بالمناسبة، هي مجموعة تعديلات سماها بالثورة البيضاء. الشاه رد عليها السيد الإمام الخميني، قال لهم هذه ليست ثورة بيضاء بل هي الثورة السوداء. شنو ربطها بالبعث؟ لا، يبدو أنه الاستكبار العالمي يريد يسوي مقاربة ما بين البلدين، وهذه واحدة من الأمور من أسرار حركة الإمام. نعم، فيقال هكذا. نعم، أستاذ ماجد يستعرض السيد الخميني ذكرياته عن الحرب العالمية الأولى، يقول كنت صغيرا إلا أني كنت أذهب إلى المدرسة وقد رأيت الجنود الروس في المركز الذي كان فيه خمين، رأيتهم هناك وأتذكر كيف تعرضت بلادنا للاجتياح في الحرب العالمية الأولى. هاي المشاهد أثرت عليه مستقبلا ببغض الاستعمار والاجتياح والدول المستكبرة؟ بالتأكيد الإنسان ابن بيئته، وخاصة كما أشار جناب الدكتور شيخ حيدر أنه الإمام الراحل يعني ورث هذه الروحية الوثابة من أجداده، سواء كان عبر سلسلة طويلة بانتماء إلى آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أو من آباء الأقربين. هذه يعني الخصال اكتسبها عن طريق الوراثة، وأيضا عن طريق يعني البيئة اللي ترعرع ونشأ فيها، كانوا يغرسون فيه مفاهيم العزة. الأمر الآخر أنه إذا تلاحظ حركة الإمام رضوان الله تعالى عليه هي حركة قرآنية، تستطيع أن تستشف هذا الأمر من بيانه الأول الذي خاطب فيه العلماء، وابتدأ ذلك البيان
بآية قرآنية نظرته عجيبة وعميقة، واقعا عميقة، وهذا بحد ذاته هذه النظرة يحتاج لها وقفة. عندما يقول يبتدئ ويستهل ذلك البيان بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، كان يؤكد على ضرورة أن يكون القيام لله. القيام لله ليس لأجلي، نعم في طول هذا القيام لله عز وجل تنصلح الأمة، يتوفر، يتحسن الاقتصاد، يتغير الشاه، غير ذا. لذلك أنا في أكثر من مناسبة أقول أن الإمام الخميني بحسب فهم القاصر لهذه الشخصية الاستثنائية، حتى لو لم يكن الشاه ظالماً لثار الإمام الخميني من أجل إقامة حكومة لا إله إلا الله. هذه خاصية الإمام الخميني، يعتقد بضرورة القيام لله عز وجل. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. ولذلك الكثير من الثورات من الحركات لم تقم لله فأجهضت. أن تنصر الله ينصركم، أنت تنصر حزبك، تنصر قوميتك، تنصر شأنيتك، ما تنتصر مو على الله، يريد الله ينصرك يريد ما ينصرك، ولكن أن تنصر الله ينصركم. لذلك القيام لله عز وجل. ومن هنا الشهيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه لديه إشارة لطيفة جدا، وهي يقول أنه كأنما هناك صنفان من الثورة. صنف الثورة تكون فيه ردة فعل للظلم، وذلك هذه اللي تكون ردة فعل للظلم سرعان ما تأخذ مواقع الظالمين. وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم. كثير إذا ردت فعل والله لأن صدام ظالم، لأن الشاه ظالم، مو لأجل إحقاق الحق ولأجل إقامة حكومة إسلامية وإقامة العدل الإلهي، مو مشروع إسلامي. فيقول غالبا يعني الإشارة تختصر الفكرة أن نغير رأس الهرم. بالضبط يقول غالبا 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 تكون هذه، وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يقول هناك نوع من الثورة اللي هو بغض النظر قد يكون ظلم، لكن الباعث والدافع الأساس هو أن تقوموا لله، القيام لله عز وجل. ومن هنا يقول أحد علمائنا، يقول ميزة الإمام الخميني، واللي أتخطر أنه السيد محمود الهاشمي رحمة الله على روحه الطيبة، يقول ميزة الإمام الخميني لماذا نجح في ثورته بينما كثير من علمائنا، وعلى رأسنا إن شاء الله كثير من علمائنا جاهدوا، يقول هناك نوع من الجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله مو بالضرورة أن يحقق الهدف، أما الجهاد في الله. يقول الإمام الخميني ميزته بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا اللام للتأكيد. طبعا هذا السؤال كان في داخلي أنا حقيقة، أفصل خجلت أتكلم. لا 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 ما بيشي، مع العلم أنه لو نتكلم على فرق أنظمة، أنه مثلا نظام صدام بجبروته والدكتاتورية والقسوة والظلم لم يصل إلى قوة وتماسك نظام الشاه. طبعا ليش نجحت هنا؟ ليش هو أسباب كثيرة قلنا، واحدة من عتها الشعب كما أشرنا، شخصية الإمام الخميني، العرفان على حد تعبير بعض المراجع يقول البعد العرفاني في شخصية الإمام الخميني، الهدف يعني الهدف كما أشار جناب الشيخ، الإمام الخميني لديه التوحيد العملي، هو في قمة التوحيد العملي. ولذلك كلمته المشهورة أكتب بقلم عقلك على صفحة قلبك أن لا مؤثر في الوجود إلا الله. لذلك يقول أن الباعث يخاطب الشعب، أيها الشعب الإيراني، أن الموجد هو الله، أي شيء من شأن أن يوجد فهو يوجد من الله عز وجل، نصر مو نصر، شاه مو شاه. من هنا قلت كان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا كان سبب من أنه جاهد في الله عز وجل. ولا شنو يقوم هذا الرجل اللي خاطب أحد المقربين من عنده يقول سيدنا أنت جاي تتعب نفسك، إحنا واحد مؤجر في طهران بغرفة ما نقدر نطلع بسنة لو بسنتين ما نقدر نطلع بالمحاكم، أنت تأتي وتطرد الشاه من طهران. هذا كأنما ضرب من الخيال، ولكن لأنه كان متكل معتمد على الله سبحانه وتعالى حقق له ذلك. أعود إلى لندن مع الأستاذ نجاح محمد علي. أستاذ نجاح، ثورة إسلامية، كان هناك حقيقة قبول شعبي إيراني بزعيم إسلامي يعتبر مثل الإمام الخميني كقائد للأمة الإيرانية داخل الحدود الإيرانية، لماذا بعد سنة صدام حسين وحرب كبيرة يعني حقيقة أثرت اليوم على اليوم إيران وأثرت على العراق بصورة مباشرة،
عداء أمريكي، عداء خليجي من الدول القريبة من الجمهورية الإسلامية في إيران، لماذا هذا العداء؟ طبعا هنالك إشارة سمعتها شوية من الأخ ماجد فيما يتعلق بحزب البعث والشاه. تعرف الشاه أسس حزب اسمه بالعربي حزب البعث، بالفارسي اسمه حزب رستاخيز. أها. طبعا هاي المعلومة. صدام حسين وإحنا نعرف جيدا يعني صدام وحزب البعث اللي إجاله هو بعدين صدام ركب حزب البعث بعد قضية محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم. تعرف عندما شارك صدام في اغتيال عبد الكريم قاسم لم يكن بعثيا، كان واحد من البلطجية وعلى هذا الأساس بعد ذلك كوفئ وتم ضم إلى حزب البعث عندما هرب وفي سوريا تحديدا. فصدام وذهب إلى سوريا ومن سوريا إلى مصر والتحق وانضم بشكل رسمي إلى المخابرات الأمريكية CIA، وهذا الأمر ليس جديدا يعني موجود مكشوف في كتب ومذكرات كبار الضباط المخابرات CIA. فصدام بالنتيجة ينفذ الأجندة الأمريكية، وعندما جيء به في 79 لاستلام المنصب الأول أو المركز الأول بعد إزاحة أحمد حسن البكر، كان الهدف الأساسي منه هو مواجهة الجمهورية الإسلامية الفتية. وظنا منهم بأن الجمهورية الإسلامية غير قادرة على التماسك والجيش الإيراني مفكك، وتم إعدام الكثير من جنرالات الشاه السابق الذين ارتكبوا مجازر وحشية بحق المواطنين، والكثير من الضباط الكبار أيضا هربوا وتركوا، وتم تصفية الجيش في ما يسمى بتطهير الجيش من يعني عمال وعملاء الشاه السابق. فجاء الأمر إلى صدام حسين بدعم كبير من البريطانيين وطبعا من دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه الثورة الإسلامية. الهدف الأول من شن الحرب كما تبين لاحقا بعدين هو إسقاط الجمهورية الإسلامية، إسقاطها. وإذا لم يتحقق له ذلك فالهدف الثاني هو تحجيمها والسيطرة على زين دكتور ليش اختاروا العراق بالتحديد؟ مثلا ليش ما اختاروا تركيا، اختاروا باكستان؟ هو أولا الجوار الجغرافي الكبير بين إيران والعراق 1560 كيلو متر، وأيضا لأن هنالك هدف آخر أنا أردت أن أذكره من أهداف هذه الحرب، هو دق إسفين كبير بين المسلمين العراقيين والمسلمين الإيرانيين، وتحديدا بين الشيعة هناك والشيعة هنا، ولكي لا يمكن أن تتحقق أو تتكرر تجربة الإمام الخميني، شوف دماء هذا يسقط منا وهذا يسقط منا فتصير كراهية. وهو قالها صدام حسين بنفسه، قالها بلسانه، قال الشاه ارتكب خطيئة وخطأ عندما لم يصفي ويقوم بقتل الإمام الخميني، سجنه وبعدين نفاه إلى خارج إيران، ذهب إلى تركيا ومن تركيا إلى العراق. قال أنا لا أريد أن أكرر ذلك عندما قام بإعدام الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، لكي يحول دون إيجاد ارتباط معنوي وقوي عضوي بين قيادة شيعية وقيادة مرجعية في العراق خصوصا وبين الشعب العراقي خصوصا، وأن السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية كان خطابه واضحا للسني وللشيعي، وكان بإمكانه أن يعمل شيئا لإسقاط نظام صدام حسين. فاستعجلوا شنوا هذه الحرب واختاروا العراق، وحتى هذه اللحظة نحن لا نزال نعاني من نتائج وتداعيات تلك الحرب التي فرضها صدام على الشعبين العراقي والإيراني، ولاحظنا ذلك في تشرين وغير تشرين. الكثير من أولئك الذين تظاهروا ضد النظام السياسي الحالي هم من أولاد ومن عوائل أولئك الذين قتلوا في الحرب التي شنها صدام حسين، ومع وجود آلة إعلامية وماكنة إعلامية غربية عربية كبيرة تحاول أن تشوه الحقائق وتريد أن تتحدث حتى يومك هذا بأن الذي سبب في تلك الحرب المجنونة هو إيران وليس العراق، مع كل الأسف على الرغم من أن لجنة شكلها الأمين العام الأسبق آنذاك في الأمم المتحدة
خافير بيريز دي كويلار، وأرسلها إلى العراق وإيران في العام 90، وخرجت بنتيجة في العام 91 بأن العراق يعني نظام صدام حسين هو الطرف البادئ الذي شن الحرب على الجمهورية الإسلامية. بس أنا أريد أشير أيضا إشارة أخرى إلى ما يتميز به الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، في أنه يرفض أنصاف الحلول كما ذكر الإخوان العزيزان، يرفض أنصاف الحلول. حتى عندما كان في نوفيل لو شاتو في باريس، وكان يأتي إليه الكثير يريدون أن يلتقوا به من المسؤولين في المجلس السلطنة، سلطنة يعني في مجلس الحكم، المجلس الشورى الذي يسمى في البلاد مثل الكونغرس، وكان رئيسه يريد أن يلتقي بالإمام الخميني حتى يعني يتباحث معه لتهدئة الشارع الإيراني. كان يشترط أولا أن تضع استقالتك، تستقيل بعدين أنا أستقبلك، أما أنت والله تجي تمثل هذا النظام لا 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 لا, لا يستقبله الإمام. نعم. وأريد أن أشير بعض الإشارات فيما لأنني عشت تلك التجربة وأعرف تفاصيلها إذا تسمح لي في قضية. نعم. يعني مثلا الإمام الخميني جاء بطائرة فرنسية، أنت تلاحظ في دائما في وسائل حتى هذا اليوم في وسائل الإعلام المعادية يحاولون أن يقولوا دائما والله إيران جابت فرنسا وإيران جاء بطائرة فرنسية فالفرنسيون هم الذين جاءوا، ولماذا اختار فرنسا؟ أشار الأخ ماجد والأخ الشيخ حيدر فيما يتعلق بمحاولة ذهابه إلى الكويت، والكويت رفضت كما تعلمون آنذاك. ممثله في الكويت المرحوم آية الله السيد عباس المهري عمل له فيزا، ومع كل ذلك وكان يفترض أن يوصل ويدخل من البصرة ومنعوه من الدخول فاختار فرنسا. لماذا اختار الإمام الخميني فرنسا؟ نعم. أتعرف ماذا؟ لأن فرنسا في تلك الفترة كانت لديها علاقات قنصلية مع نظام الشاه، يعني فرنسا وإيران يسمح للإيراني وللفرنسي بدخول البلدين من دون تأشيرة، من دون فيزا يعني. نعم. يدخل بدون فيزا، فذهب الإمام الخميني اختار هذه البلاد بدون فيزا وجاء بطائرة فرنسية لأن الطائرة فرنسية، هنالك خطوط فرنسية تذهب إلى طهران. وبالمناسبة كل أولئك الذين جاءوا مع الإمام الخميني دفعوا تكلفة تذاكرهم من جيبهم، والذين لم يدفعوا دفعت لهم من قبل تجار البازار، فلا فرنسا سوت فضل على الإمام الخميني ولا فرنسا لها ضلع وتأثير في نجاح وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نعم أستاذ نجاح، أعود معي ولو الوقت أنه داهمنا يعني الحديث أخذنا دكتور، نسينا قضية مهمة، علاقة الإمام الخميني بالقضية الفلسطينية، قضية الأمة، قضية أحرار العالم. يعني واحدة من الأمور التي أكد عليها السيد الإمام الخميني ليس فقط على علاقته بفلسطين وضرورة تحرير فلسطين، وإنما هو كان دائما في كل الخطابات هو يندد بالكيان الصهيوني ويعتبر أن إسرائيل عبارة عن حدث مؤقت ويجب أن يزول، وأن هناك أياد خفية كانت وراء إسرائيل. يعني ما معناه هو كان بنفس الوقت في مرة يضرب إسرائيل بوجودها على أنها وجود مؤقت وكيان غاصب، ومرة يتحول إلى الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني. ولعل الحدث الأبرز في ذلك هو ما صدر السيد الإمام الخميني من محاولة استذكار وتهيج الضمير الإنساني دائما باتجاه فلسطين بيوم القدس العالمي. هو أنه يصنع ذلك اليوم حتى يخلد القضية الفلسطينية أو أن يخلد هذه الظلامات، ويقول من واجبنا كمسلمين نعتقد أننا مسلمون متفقون، نحن كالجسد الواحد، يجب أن ننظر إلى هذه المعاناة، يجب أن ننظر إلى هذه المآسي، يجب أن نستذكرها، ولذلك قضيتنا الأولى. ليس ذلك فقط، طبعا من اللي أكد السيد الإمام الخميني ومما صيغ في دستور الجمهورية الإسلامية، وبإمكان أي شخص أن يطلع على ذلك، أن السيد الإمام قرر مسألة على أن هذه الجمهورية الإسلامية هي امتداد ليس فقط عبارة عن حكومة ودولة وقيادة ونظام سياسي، وإنما هي عبارة عن جمهورية واجبها الدفاع عن كل المظلومين، لأننا كنا مظلومين سابقا. نعم. ويجب علينا أن ندافع عن كل مظلوم. نعم. في على وجه الأرض. لذلك لم يحدد الدستور الإيراني الدفاع عن المظلومين المسلمين فقط، وإنما من واجب الجمهورية الإسلامية دعم كل الحركات
التي تنادي بحقوقها وتنادي بالعدالة وتنادي بالمساواة وتنادي بالخروج من ربقة هذه الحكومات الفاسدة والظالمة. ثم بعد ذلك أكد أكثر وأكثر على أنه من واجبنا أن نستذكر القضية الفلسطينية على اعتبار أنها نرتبط بها أولاً إنسانياً، هذه مظلومية لناس مظلومين أولاً، ومن واجبنا أن ندافع عن المظلومين، ومن ثم قضية إسلامية، ونحن نعتبر أن القدس هي تلك هي القبلة الأولى للمسلمين، وهي الكيان وهي جزء من الكيان المسلمين، ويجب عليهم أن يدافعون عن فلسطين. ولا زالت هذا الخطاب، لا زالت إيران مستمرة بذلك، هذه خطابات نعم. السيد القائد الخامنئي، خطابات الكثير من قادة إيران على أنه إيران هي لا زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية ومستمرة في هذا الدعم. نعم دكتور، أعود مع الأستاذ ماجد الشويري. أستاذ ماجد، الآن حديث ظهر بعد استشهاد السيد رئيسي أنه السيد الخامنئي يعد ابنه لولاية الفقيه، وإحنا عشنا تجربة في الثمانينات، لماذا السيد الخميني بكل هذه الزعامة وطاعة الشعب الإيراني والقيادة، لماذا لم يولي ابنه لولاية الفقيه؟ لا، هذا بالتأكيد هذه تخرصات لا قيمة لها واقعا، ولكن هؤلاء الذين يتخرصون بمثل هذه الأراجيف والأباطيل لم يجدوا مثلبة في الجمهورية الإسلامية ولا في نظامها، فعمدوا إلى التشويش. وإلا الجمهورية الإسلامية سيد الفاضل كما يعلم الجميع ومن دون انحياز، هذا القاصي والداني يعلم من أنها دولة مؤسسات وفيها النظام نظام محبوك جدا. فضلا عن قضية، يعني احنا لدينا في العرف الشيعي، حتى لدينا في المرجعية فيما يتعلق بالمرجعية الدينية، وتعرف الإمام الخامنئي أيضا مرجع هنا سماحة السيد السيستاني يرفض، سماحة الإمام السيد محسن الحكيم رفض أن يتولى ابنه السيد يوسف، ينأون يعني الوراثة لا مكان. هل صحيح أن السيد الخميني كتب أنه نعم في لا كتب عن قال أنه أسرتي وعائلتي أولا لا تملك شيء، وليس لها، خاصة ولدي أحمد ليس له في أي بنك لا داخلي ولا خارجي، وحرم عليهم استلام يعني المسؤوليات الرسمية تحريم، يعني لاحظ. وقال إن وجدتم عنده شيء في البنوك الداخلية أو الخارجية فحاكموا. فهذه النظرة، الإمام الخامنئي نفس الشيء، يعني في علاقته اليوم لا تجد أنه أن هناك منصبا رسميا لأبناء الإمام الخامنئي، بل بعض الأشخاص القريبين من الحوزة العلمية يعلمون جيدا، واللي يعرفوهم بشخصهم يعرفوهم يشاهدوهم بالشارع ينتظرون الحافلة وينتظرون التاكسي هو وأسرته، هذا اللي يعرفهم بأشخاصهم. فهذه تخرصات لا قيمة لها، القانون والدستور هو الحاكم فيها. ولولا حاكمية أولا السيادة الشعبية الدينية والدستور والقانون ومنهجية الإمام الخميني لما صمدت هذه الثورة. ولذلك أي دولة الآن تصاب بمثل هذه الفاجعة الكبرى وتتماسك ويخرج الشعب، وبالمناسبة هذا خروج الشعب هو يمثل حالة من استفتاء على النظام وعلى الولاية وعلى القيادة وحتى على الرئيس القادم. الرئيس القادم، خلينا نتكلم بهالصيغة هذه، الرئيس القادم لابد، من هو الأقرب إلى رئيسي سوف يحظى بالفوز. هذه هي نتيجة هذه المظاهرات المليونية، من هو أقرب إلى، يعني مثالا لرئيسي بشعبيته بترابيته بخدمته للناس، ومن هو أقرب لرئيسي هسه الشعب الإيراني يعرف. طبعا كل التحية والشكر لك دكتور حيدر الشمري الباحث والأكاديمي، كل التحية والشكر. نعم أستاذ نجاح، إذا تأذن لي، مع طبعا الاعتزاز بالأخوين، أريد أضيف معلومة بسيطة. نعم. يعني ذكرها الأخ الشيخ حيدر فيما يتعلق بنصرة المستضعفين في العالم، هذه مدرجة في المادة 154، وبطريقة لافتة أنه إيران تدعم الإنسان في كل مكان من العالم بشرط أن لا تتدخل في شؤون الشعوب ولا تتدخل في شؤون الدول. ونقطة أخرى فيما يتعلق بولاية الفقيه والولي الفقيه سماحة السيد علي خامنئي، تعرف في الدستور، يعني ممكن الآن يقولون والله دكتاتورية الولي الفقيه ودكتاتورية الإمام الخامنئي، تدري في الدستور الإيراني ولاية السيد خامنئي 6 أشهر
تتجدد كل ستة أشهر إذا فقده. هنالك لجنة باسم لجنة تقييم القائد، هذه اللجنة بالفارسي يسموها أرزيابي، تتألف من أشخاص من مجلس خبراء الخبراء، وهؤلاء الأشخاص يشترط فيهم أن لا يكونوا منسوبين، يعني عندهم علاقة نسبية بالولي الفقيه، أو منصوبين من قبله، يعني معينهم في 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 منصب من المناصب، فمن مصلحتهم أن يجددون انتخابه. هذه اللجنة تجلس كل ستة أشهر تبحث في أهلية السيد القائد خامنئي، السيد خامنئي إذا فقد واحدة من الشروط، واحدة من حوالي 12 أو 13 شرط، فيتم عزله. فتشوفهم كل ستة أشهر، بمناسبة قبل أيام اجتمعوا بعد قضية الطائرة وأعادوا تجديد ولا أعادوا تجديد، ماكو شيء اسمه بيعة، لا، بحثوا صلاحيات السيد القائد، أهليته، هل لا يزال يحتفظ بشروط القيادة، وافقوا عليه. هذا هو النظام في الجمهورية الإسلامية. نعم أستاذ نجاح، شيء مميز طبعا في النظام الإسلامي في إيران. تحية والشكر لك أستاذ نجاح محمد علي الإعلامي والمحلل السياسي من لندن، وعيد شكرا للدكتور حيدر الشمري الباحث والأكاديمي، والأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أخوة الدراسة. طبعا ما حلقة واحدة هم ما تكفي، ولا حلقتين ولا عشر حلقات، ولا لو نقدر سنة كاملة يومية حلقة أيضا ما تكفي أنه نتكلم على شخصية مثل الإمام الخميني. أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي تغطية قناة الأيام الفضائية، نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.